كما كانت فرقة البحث والتحرية التابعة لأمن ولاية تمرست بحر هذا الأسبوع من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود ممثلة في 117 طنا من مادة القمح اللين و 24.5 طن من السكر و 9500 لتر من زيت المائدة. وحسب بيان لذاتي المصالح فإن العملية جاءت في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة والتهريب، حيث كانت السلع المحجوزة معبأة على 7 شاحنات من الوزن الثقيل مع توقيف شخصين مشتبه فيهما من جنسية إفريقية ليتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا في قضية المضاربة غير المشروعة ومحاولة تهريب بضاعة خاضعة لرخصة نقل باستعمال وسيلة نقل والإقامة غير الشرعية. شهدت محطة القطار بسمار أمس أحداث مؤسفة بعد نهاية لقاء شباب الوزاد أمام اتحاد العاصمة بملعب الدار البيضاء عمر بن رابح، وبالضبط على طريق عودة الأنصار على متن القطار أثنية الجزائر، حيث تعرض العديد من الأنصار والمسافرين لاعتداءات وحشية من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية بمحطة السمار مع تخريب أملاك عمومية. ولتسليط الضوء على هذه القضية معنا من العاصمة الزميل عبد الرؤوف بوسوسو. عبد الرؤوف أهلا بك. مساء الخير رفيق، مساء الخير لكل الجمهور الرياضي وكل مشاهدي قناة الحياة. عبد الرؤوف، ماذا حدث بالضبط على مستوى محطة السمار محطة القطارات بسمار؟ رفيق، قبل الولوج في قضية محطة قطار واد السمار، هناك مباراة كانت هناك مباراة اتحاد العاصمة وشباب الوزداد برسم الجولة 13 من الدوري الجزائري. المباراة لم تشهد أي تجاوزات بين الأنصار بين أنصار الفريقين، كل شيء كان على ما يرام ما عدا بعض التجاوزات، تكسير بعض الكراسي من قبل بعض الأنصار، لكن لم يكن هناك أي احتكاك بين مناصري الفريقين. أعوان الأمن ورجال الشرطة عملوا على إطفاء الجانب الأمني طيلة أطوار اللقاء. وبعد المباراة أيضا شاهدنا أن أنصار شباب الوزداد لم يخرجوا من الملعب بعد انتهاء المباراة حتى بعد مرور 45 دقيقة، أي بعد إخلاء بلدية الدار البيضاء وما يجاور الملعب من أنصار اتحاد العاصمة وكذلك محطة قطار الدار البيضاء التي شهدت إخلاء هذه المحطة من أنصار اتحاد العاصمة لكي لا يحتكوا بأنصار شباب الوزداد. لكن بعد خروج أنصار شباب الوزداد بعد الساعة 5:30، أي بعد صلاة بعد أذان المغرب، شهدت بعض التجاوزات في محطة واد سمار عندما كان أنصار شباب الوزداد يقيلون القطار رفقة المواطنين العزل، رفقة المواطنين الذين ليس لهم أي علاقة بهذه المباراة. هذه المحطة شهدت تجاوزات من قبل بعض مجهولي الهوية حسب مصادرنا، بعض الغرباء الذين رشقوا ركاب القطار ببعض بالحجارة، وكذلك تعدوا على المناصرين وعلى الركاب بالأسلحة البيضاء وكذلك بالحجارة، ما أدى إلى سقوط بعض الضحايا وهناك بعض الجرحى. عبد الرؤوف، ربما هناك من يطرح هذا السؤال، منذ مدة ربما لم نشاهد أعمال عنف كبيرة مثل ما وقع أمس سواء في الملاعب أو حتى خارج الملاعب. أنا قلت لك رفيق أنه هذا ليس له أي علاقة بالمباراة أو بما يخص هذه المباراة، الأمور خرجت عن النطاق الكروي داخل محطة القطار وداخل القطار حتى هذا القطار الذي شهد كسر للزجاج وكذلك خسائر مادية لهذه القطار ولشركة السكك الحديدية. إذا هذا تجاوز النطاق الكروي والنطاق الرياضي، والتحقيقات جارية من قبل مديرية الأمن الوطني حاليا، وننتظر نتيجة هذه التحقيقات مستقبلا رفيق لمعرفة الحيثيات ومعرفة ما حصل بالضبط. عبد الرؤوف، كيف كان رد الأندية حول هذه التجاوزات وسيما الأسرة الرياضية؟ الأندية
من جهتها كانت قد نشرت عبر صفحتها الرسمية استنكارا لما حصل لمناصريها خاصة أنصار شباب بلوزداد الذين أصيب العدد كبير منهم من جرحى وكذلك إصابات لا نعتبرها بليغة لكن تتجاوز ربما خطيرة نوعا ما عندما نشاهد بعض المناصرين الذين أصيبوا وتنقلوا مباشرة من القطار إلى المستشفى. إذن هذه الأندية كانت قد نشرت استنكارا أو بيانا صبيحة اليوم أكدت فيه على ضرورة البحث والتحري في هذه القضية لمعرفة المتسببين والمتجاوزين للقانون في هذه القضية. عبد الرؤوف بوسوسو الصحفي بالقسم الرياضي بقناة الحياة الجزائرية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. تمكنت مصالح أمني ولاية شلف من توقيف شخصين بصدد تداول مبلغ مالي يقدر ب 149 ألف دينار من العملة الوطنية مشكل من أوراق من فئة 1000 و 2000 دينار جزائري، وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة شلف. وللمزيد من المعلومات معنا من ولاية شلف زميل الصحفي محمد دايخي. محمد أهلا بك. مرحبا زميلي رفيق. محمد، كيف تم اكتشاف ذلك؟ نعم صحيح، معالجة هذه القضية تم إثر الاستغلال الأمثل لفصيلة المساس بالممتلكات التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية شلف، بحيث وردت معلومات تفيد بطرح أوراق نقدية للتداول هنا في ولاية شلف، حيث أن التتبع الجيد لهذه المعلومات أفضى إلى اكتشاف تفاصيل جديدة ومعلومات إضافية عن هوية المشتبه فيهما، ومن هنا تم تتبع نشاط هؤلاء حيث تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المقلد كانوا بصدد تسويقه وطرحه للتداول على مستوى مدينة شلف. محمد، ربما تأتي هذه القضية بعد أيام من قضية مماثلة عرفتها ولاية شلف. نعم صحيح زميلي رفيق، فقد أصبحت هذه الجرائم الاقتصادية مدرة للأرباح لهؤلاء المتهمين ضاربين العرض الحائط للخسائر الاقتصادية، فضلا عما أصبح يتحمله التجار والمواطنين بشكل عام هنا في ولاية شلف، غير أنه حنكة مصالح الأمن وفطنتهم مكنت من كبح هذا النشاط الإجرامي ووأده في مهده إن صح التعبير. محمد، وما هي ربما الأماكن التي كان يتداول فيها هذه العملة أو هذه النقود المزورة؟ نعم، بالدرجة الأولى كانت مدينة شلف هي ولا تزال هي البؤرة الإجرامية المستهدفة من قبل المشتبه فيهما أو بالأحرى المتهمين، خاصة وأنه تمت إحالتهم للعدالة وتوجيه لهم تهمة بشكل رسمي. ويأتي هذا الاستهداف الجغرافي للمجرمين بالنظر للحيوية التجارية التي تعرفها عاصمة ولاية شلف، زيادة على ذلك فإن التحقيقات القضائية التي انطلقت فيها هذه القضية ويشرف عليها قاضي التحقيق لدى محكمة شلف ينتظر أن تكشف تفاصيل أخرى عن المناطق التي تمت بها عملية الترويج للنقود المزورة، وربما حتى يكون الحيز الجغرافي خارج ولاية شلف. محمد، وهل ربما تم الكشف عن هوية المشتبه فيهم؟ المشتبه فيهما ينحدران من ولاية شلف، ويرجح أن يكون لهم نشاط إجرامي مماثل، وكما أسلفت سابقا ستكشف التحقيقات القضائية عما كان يقوم به هؤلاء المتهمين. محمد دايخي الصحفي من ولاية شلف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أشرف والي ولاية خنشلة يوسف محيوت الأربعاء بالقطب الجامعي عبد الحق رفيق برارحي بجامعة عباس الغرور على افتتاح فعاليات الطبعة 12 للصالون الوطني للابتكار بعرض 75 مشروعا مبتكرا. ولتسليط الضوء على هذه الفعاليات معنا من ولاية خنشلة الزميل الصحفي نبيل شخاب. نبيل أهلا بك. مساء الخير زميلي رفيق. نبيل، ما ميز هذه الفعاليات؟ زميلي رفيق، مميزات هذه الطبعة أنها كانت الطبعة التي رفع فيها السيد رئيس الجمهورية التحدي ومن خلالها لبلوغ 1,000,000 مؤسسة ناشئة. نبيل، وماذا عن نوعية المشاركة؟
زميلي رفيق، عديد المشاريع في مختلف القطاعات كقطاع الصناعة التحويلية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الطاقات المتجددة، الفلاحة والري. وهل ربما استطاع المشاركون في هذه الفعاليات الاحتكاك أو حتى توقيع بعض الاتفاقيات؟ لحد الآن لم يتم إبرام اتفاقيات للمشاركين، والاكتفاء باتفاقيات تعاون وشراكة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمدرسة الوطنية العليا للغابات، وكذا جامعة عباس الغرور ومركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة بسكرة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية العليا للغابات ومشتلة المؤسسات خنشلة. وكيف كانت ردود أفعال المشاركين في هذا الصالون الوطني؟ المشاركين استبشروا خيرا بهذا الصالون الذي سيفتح لهم الآفاق في المستقبل من خلال عرضهم لمنتجاتهم وابتكاراتهم أمام الجمهور. ربما وما هي أهم العراقيل التي تعيق المبتكر حسب ما شاهدتموه خلال هذا الصالون؟ التسويق هو أكبر إشكال لدى المبتكرين، وبعض العراقيل في التمويل لما تأخذه الإجراءات من وقت. زميلي رفيق نبيل شخاب الصحفي من ولاية شلف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. قام والي ولاية البيض بإعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية شتاء دافئ المحملة ب 390 قفة غذائية و 200 غطاء موجهة للعائلات المعوزة عبر مختلف البلديات، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري. وللحديث حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالزميل مصطفى مسعدي مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية البيض. مصطفى أهلا بك. أهلا بك رفيق. مصطفى، في أي إطار تأتي هذه القافلة؟ تأتي هذه القافلة في إطار النشاطات الدورية والسنوية لمكتب البيض للهلال الأحمر الجزائري، والهدف إلى التكافل مع هذه الفئات الموزعة خاصة في فصل الشتاء. هذه العملية ربما ستمس المناطق البعيدة بتراب بلديات 22 بولاية البيض. وإلى أي مدى ربما ستساهم هذه القافلة في التقليل من وطأة فصل الشتاء على العائلات المعوزة؟ رفيق، هذه المبادرات ربما ستخفف نوعا ما من العوز بهذه المناطق، لا سيما البعيدة والمعزولة بالقرى والتجمعات السكنية المترابية بتراب البيض. ولاية البيض تفوق مساحتها 71,000 كيلومتر مربع ب 22 بلدية، ربما المساحة كافية لوجود العديد من القرى والتجمعات السكانية هنا. المبادرة ربما قد تخفف نوعا ما لتوفير الأفرشة والأغذية في انتظار مبادرات أخرى من الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع الجمعيات والجهات الفاعلة. مصطفى، وإلى أي مدى ربما تنتشر ظاهرة الفقر في ولاية البيض سيما في المناطق النائية؟ الفقر بالولاية موجود حتى بعاصمة الولاية، غير أنه يختلف حسب الموقع، خصوصا بتلك المناطق النائية والمعزولة. هذه العزلة وهذه النائية تساهم أو تعمق من معاناتهم. نسب الفقر لا توجد هناك إحصاءات دقيقة لهذه السنة، ولكن ربما هذا الفقر تسعى الجهات الوصية هنا إلى حصر هذه الفئة ومساعدتها من خلال هكذا مبادرات. مصطفى، وماذا عن دور المجتمع المدني في مثل هكذا مبادرات؟ دور المجتمع المدني هنا متباين نوعا ما، إذ يكمن دوره الأساسي ربما في المشاركة في هكذا مبادرات من خلال العمليات التطوعية، أيضا مرافقة الجهات الوصية وإيصالهم إلى هذه النقاط وتعريفهم بهم. المجتمع المدني أيضا يساهم أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر حالات الفقر والعوز وكسلة وصل ما بين هذه الشريحة والجهات المختصة. مصطفى مسعدي مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية البيض، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
أحيا أمس الفنان سليم فرجاني حفلا فنيا بدار الثقافة ملك حداد بقسنطينة احتفاء بالذكرى السادسة لوفاة عميد الموسيقى المألوف الحاج محمد الطاهر فرجاني الموافق لسابع ديسمبر من كل عام بحضور عمالقة الفن الأصيل كذيب العياشي وعبد الحليم بوزاهر الفنان كمال بودا والفنان كمال بناني تركة فنية ثقيلة خلفها الحاج محمد الطاهر فرجاني في سجل الفن الجزائري طيلة 60 سنة من العطاء والفن وللحديث أكثر حول هذا الذكرى إحياء هذه الذكرى معنا من ولاية قسنطينة نسيم تونسي حفيد الراحل محمد الطاهر فرجاني نسيم أهلا بك مساء الخير عليكم أولا نقول مساء الخير على المشاهدين الكرام عبر قناة الحياة تيفي وشكرا على المداخلة نسيم كيف كانت أجواء حفل أمس؟ هو الحفل كانت الأجواء رائعة هي الذكرى السادسة لوفاة الجد الحاج محمد الطاهر فرجاني هو أكيد أنه في المواقف هذه أنه إحنا كعائلة نتأثروا شوية لأنه تذكرنا بحوايج بزاف مع أننا نتذكروه كل يوم لكن كنشوفوا محبة الناس وكنشوفوا التفاعل الجمهور والناس كيفاه تحكي عليه بما أنه خلى الروح تاعو بقات لكن الجسد هو اللي راح نفرحوا بزاف كعائلة نشكر بالمناسبة أيضا كل الفنانين اللي كانوا متواجدين تما واحد واحد نشكر الجمهور نشكر أيضا سلطات من وزارة الثقافة وكما قلت لك من قبل أنه التخليد الذكرى اللي كانت بالأمس كانت حفل رائع بامتياز نسيم رغم رحيل الفنان محمد طاهر فرجاني منذ سنوات أو ست سنوات لكنه لازال ربما يحظى بمكانة في الفن الجزائري سيما المألوف أكيد هو شوف ما نقدرش ننكروا كاين أسماء جزائرية تركت البصمة تاعها في عدة أنماط جزائرية بما أنه الجزائر غنية جدا وتراثها الفني غني جدا لهذا ما نقدرش ننكروا أنه هو تغنى بالكثير من الأغاني اللي بقات خالدة في التراث وأكيد أنه حافظ وخلى الاستمرارية وأيضا خرج بالعديد من التجديدات اللي ما زالت تتداول ليومنا هذا نسيم نعلم كما يعلم الجميع الجزائر تتعرض لمحاولة للمساس بموروثها الثقافي هل أنتم كعائلة تعملون على المحافظة وتسجيل كل ما أنتجه الراحل؟ أكيد وأنا نعتبر نفسي في الخانة هذه اللي راهي تحكي عليها أنه التاريخ يسجل نفسه كاين أغاني ولا كاين بعض حتى في دي دومين واحد أخرين شغل ما نقدرش ننكروا التاريخ مسجل نفسه وأكيد هناك الاستمرارية موجودة من طرف العائلة كما كنت حكينا قبل بما أنه الخال سليم فرجاني هو اللي أحيا حفل البارح ديجا الاستمرارية معه كشيخ في هو ثاني في المألوف كان استمرارية أيضا من الجيل الرابع وكان الاستمرارية أيضا من فنانين آخرين اللي هما خارجين نطاق العائلة صافي ما يقدروش أي طرف ينسب لنفسه ما هو ديجا مؤرخ ولا موجود يعني كاين حوايج ما نقدرش يختلفوا عليها اثنين ولا نتكلموا عليها لانه هاد الارث بالنسبه لنا راهو موجود باسامي معينه. نسيم تحدثت عن الاستمراريه، هل لا زال هذا الفن في المألوف متجدر في عند الاسر القسنطينيه؟ أكيد مازالوا الناس بزاف يحبوا يسمعوا المألوف وخصوصا أن نشوفوا الأعراس تاعنا القسنطينية خصوصا وحتى في الولايات المجاورة أنهم ما يستغناوش عن المألوف في أعراسهم ومازالوا الناس بزاف اللي يسمعوا حتى رماكينا أنه الأجيال الجديدة كاين بزاف شريحة كبيرة مازالت تحب هذا الطبع. نسيم تونسي في حفيد الفنان الراحل محمد الطاهر فرجاري شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أخبار الولايات دمتم في رعاية الله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.